ديزيزيون فونداسيون الحقيقه هي فكره جات سويت الخدمه نتاع المجازين الخدمه نتاع الشركه تيليفزيون. احنا العدد كبير منكم يعرف تيليفزيون كموقع انترنت كمجله كاميسيون نتاع تلفزه اسمها تيليفزيون لايف ولا ك ويب راديو دونك موجودين برشا على ريزو سوسيو. اهم حاجه في هذا انه الكور دو سيبل نتاعنا هما لي 18-35 عام. في 2011 بعد ما صارت الثورة حسينا أنه هالكورد وسيبل هذية احنا ما نعرفوهاش بالبيه كأنه ثم حاجة تبدلت احنا مش لقناش بها. وقت عملنا حاجة اسمها البار كامب تور، شدينا كار درنا على الإيزات في تونس الكل في 7 أيام، عملنا 21 بار كامب. وفي هالفترة هذية اكتشفنا أنه تونس مختلفة، تونس متنوعة، أنه الشباب ما هوش ينتظر في نفس الأشياء من كل جهة. كنا نمشي وانا ولا نزار دي زونيفرسيتي ونحكي على تجربة نتاع تونيفيزيون. L'objectif était très simple, mettre en valeur Tunivision, certes, mais surtout bringing hope. إنك تقول إنه غدوة خير، إنه راك تنجم. في هالفكرة هذه والفترة هذه اكتشفنا إنه أغلب، مش ما نقولش كل المنظمات اللي موجودة في الساحة الجمعية التونسية اللي غير نقابية وغير سياسية، الكلهم جايين من برا. كلهم تجارب أجنبية. قلنا علاش ما يكونش ثم تجربة تونسية تنجم تعمل الفرق في تونس. وقتها جات الفكرة في 2016 انه علاش ما نعملوش منظمة كما جوجل كما مايكروسوفت، منظمة الهدف نتاعها انها تقرب تونيفيزيون من الكور دو سيبل نتاعها، ولكن ايضا تكون سورت نتاع ثينك تونك جيون نفهموا بيه شنو صاير عند الشباب هذايا وعند الناس اللي قاعدة تستهلك في الميديا نتاعنا. وقررنا باش نعملوا تونيفيزيون فونديشن في سبتمبر 2016. لو كونتر كورديناتور ناسيونال دو فونداسيون تونيفيزيون اللي بدات بفكره بديناها بسان كلوب. المره الاولى جيتي ان بو ايزيتي خاطر سي بون معناتها بريسك في اخر عام ليا في القرايه، دونك جي ديسيدي ان نتعدى للفي بروفيسيونيل. بعد هذيك جي شونجي ليدي على خاطر بور لا بروميير فوا لقيت اون اورغانيزاسيون بيرمون تونيزيان اللي تنجم معناتها نحقق فيها احلامي وطموحاتي. وبعديك تعديت لان نكون معناتها ممبر في البيرو ناسيونال في العام الاول من الفونداسيون. وبدات الحكايه بان ايدي نتاع 5 كلوب تونيفيزيون لين وصلنا في العام هذاك كملنا افيك 80 كلوب في 13 يونيفرسيتي. كنت نقرا في نابل في الياس الين فاك دو لونغ نابل. جات لي ايدي من عند ولاد الفاكولتي انه فما فينومين جديد اسمه تونيفيزيون، وعلاش لا ما يكونش موجود كلوب تونيفيزيون في الفاك هذيك. دونك جي بري لينيسياتيف اني انا نكون العبد اللي يعمل الكلوب هذاك في الفاك نتاعي. وكان عندنا كوميتا مزيانه برشا، دونك مع بعضنا عملنا اول بيبونيير من اوائل البيبونييرات اللي موجودين في نابل وفي الكابون. ومنها هي جات ليدي ان نعملوا لينيسياتيف هذايا وحالينا كلوب تونيفيزيون. مره قاعد مع احمد وسليتي وحسام عروي مع نزار زي قالنا نحبوا نعملوا ان كونفيرونس ناسيونال نلمد الناس الكل، تبدا الناس الكل بلي كوستيم، حاجه يعني حاجه قيمه تونيفيزيون. تي اف ام الاول انا حبيت يكون تي اف ام يعطي فكره للشباب التونسي انه خلاف العدد الكبير من المنظمات الاخرى ما تجيش هذاك اللقاءات الوطنيه في بلايص خايبه، ما تجيش شكل اللقاءات الوطنيه فيها تمرميد الى غير ذلك. وقت اخترنا انه نعملوه في ان 5 اتوال واخترنا انه يكون فيه تجهيزات كبيره وفيه ان تشالنج كبير. وقت عدد النوادي نتاعنا كان تقريبا كما حكيت لكم في دوره ال 70 هكاك 63 70 كلوب في البريود هذيك، وكان ثم ضغط كبير على الاولاد. التجربه كانت فيها حاجات خارقه للعاده. وقتها يوسف وحسام كلموني قالوا لي راهو ثم تي اف ام مش نتلمدوا، وطلعت لسوسة ما كانش عندي فكرة كبيرة على البرنامج بخلاف انه حطوني في السبيكر ومش نعمل فورماسيون. اي سا كومونسي ندخل بلانيير نلقى 400 وش رقبة موجودين مكستمين حاضرين. سيتي جوست ماجيك، سيتي ان مومون اكستراوردينير. برمي التصاور اللي بقوا في مخي حكاية البريباراسيون تاع البلانير قبل السيسيون نتاع احنا الاس نقدسوا لها هذيك، تبقى معناتها تي اف ام بالرسمي معناتها عندها جو اخرى. تعبتنا برشا وقتها في الاورجانيزاسيون تاعها، وكانت اول تي اف ام يعني اول تجربة باش يتلموا فيها لي تونيماتور الكل.
تعدت يا فهم مزيانة جسبير واحد من الناس أني معناتها راضي على اللي عملته الكل ومقتنع باللي عملته الكل ونشوف اللي وقتها ساهمنا في أن نلمو لونتيتي معناتها كأول مرة تعدت حاجة مزيانة على الأخر وفما معناتها حاجات تصور بقوف المخيلة متاعي برشا كلام تقال حتى كان ترجع للافتر موفي بالرسمي معناتها كي نشوفها لحمي قشعر. فهم في العام الأولاني كانت الكابوس وأممتون حاجة الباهرة اللي يستنيو فيها الناس الكل. يعني احنا ألفوا كنا نستنيو في كونفيرانس كما أي أساسيسيون موجودة في تونس تلم الناس الكل كونفيرانس ناسيونال كبيرة برشا لأنه الحديث عليها كثر برشا وهي باش تصير هاي مش تصير هاي باش تصير هاي مش تصير الشيء اللي خلينا أننا نشكوا أصلا أنها باش تصير. دونك في وقت اللي الكوميتي ناسيونال وقتها قررت رسميا أنها تعمل التيفام هذاك فرحنا الناس كل على الاخر. تقريبا انا كان من الكلوب نتاعي فما على الاقل 80% من لي مونبر جاوا حضروا اللي وقت كلوبي عنده شهر بركة من اللي تحل في هيك البيريود رسميا اوفيسيالمون في فيفري. دونك تي اف ام هذاك كان اكسبيريونس بالنسبه ليا تيم بيلدينغ اهم من انه يكون فورماسيون بالنقائص اللي صارت فيه باللي ديشي اللي كانت موجوده فيه بهيه بخايبه كان بالنسبة لي يرتقي المنظمة عمرها وقتها 5 أشهر ولا 6 أشهر. كيفاش اخترنا اسم تيافي؟ بون سيتي نهار قاعدين راح ثلاثة في يعني في قهوة في منزل 5 نختاروا في اسمكم ولا نعطيو اسم نبعثو نزار لا ميازوش هكا 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 سيتي فما مفاجأة كناها وقتها في أنتابلو في وسط القهوة سيتي عزمنا بدلنا اسم باسم تلفزيون حطيناه سيتي سي فون من وقتها خرج اسم تي اف يعني خرج من تابلو في قهوه. ثم في العام الثاني التشالنج كان اسكو نكملوا في نفس النسق ولا نبدلوا. المانجمنت ناسيونال دونك لا كورديناسيون ناسيونال نتاع عام ناول عام 2017-2018 اختار انه بتاتر نطيحوا شويه في الجام نتاع البريستاسيون لكن يجيبوا اكثر عباد ونحاولوا نعملوا حاجه كبيره. ذاك علاش في العام الثاني نتاع نشاط نتاع المنظمه التجربه كانت انه نعملوا ان برومي تي اف ام في ديسمبر اللي ما كانش موجود في العام الاول ونعملوا ان دوزيام تي اف ام في دونك سلعه الربيع في مارس. عملت تي اف ام ديسمبر بروح جديده كنت ضد انه تي اف ام يصير فيه دي فورماسيون خاطر كنت نعتقد انه تي اف ام هو حاجه متاع هو فرصه متاع تيم بيلدينغ متاع الناس تعرف على بعضها متاع الناس تحب بعضها اكثر متاع الناس تحب لابارتونونس اللي هي على تونيفيزيون اكثر متى يصيروا حاجات اللي ما تنجمش تصير في دي كونفيرونس تاع عباد اخرين. وكان وقتها انه جبنا الجيش الوطني التونسي في النهار الثالث وعمل عمل الفورماسيون وعمل زاد النشيد الرسمي الصباح وكانت تجربه مزيانه برشا 7 متاع الصباح. جبنا مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجيه جبنا وقت السيناجي جلول وجا عمل السبيك هذيك وجا عمل الفورماسيون هذيك وكانت تجربه مزيانه برشا. شاركنا وقتها كشباب في منظمه تلفزيون شنو هي الرؤيه نتاعنا 30 سنه لقدام لتونس والا و2030 شنو هي نعتقد تونس باش تكون خاصه في قطاع التعليم العالي اللي هو يمسنا برشا. دونك العمليه كانت بالنسبه لي عرس فيستيفال اكثر من عباد تتلم باش تعمل فورماسيون تاع سوفت سكيلز اكسيتيرا. بالطبيعه الحاجه اللي ديما تقعد في بالي انا في التي اف ام هو السهريات نتاع التي اف ام خاطر احنا السهريات نتاع التي اف ام عكس للعباد يتخيلوه ماهوش عاملينهم للترفيه فقط هو ستان اكزرسيس من جمله لي زيكزرسيس الحياتيه اللي قاعدين نطرحوا فيهم على الشباب نتاعنا انه في نفس الوقت عندك امكانيه انك تشيخ بين ظفرين وتعمل جو لكن عندك ديزونجاجمون يلزمك توفرهم. ثم عباد يقعوا في الفخ بكل بساطه ويعتقد انه الجو نتاع التي اف ام انه يقعد يسهر وما يحضرش في دونك في المختلف لي فورماسيون ايتترا ايتترا. هذا اللي خلينا من بعد احنا نختاروا العباد اللي قراب باش يواصلوا ولا العباد اللي عندهم مرور الكرامه كيجي السلام عليكم هاني عديت معاكم عوين هاني سهرت هاني شخت في التي اف ام وروحت. جات فكره انه لازمنا نعملوا تي اف ام تاع 2.1 اللي هي صارت في مارس. قلت نبدلوا الاقلام احنا ونعملوا حاجه جديده. الحاجه الجديده في التي اف ام تاع مارس 2.1 هي انه ما عادش باش تصير في 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 اوتيل ما عادش باش تكون هيك التبهرج والتبذخ هذاك الكل والبهرج هذاك الكل. قلت لازم الناس تبدا تفهم انه راهو التي اف ام
ما هوش مش جاي سيجور هو وصحابه باش يعديو باش يتفرهدوا، لا العباد هذيا جايه لازمها تعرف الدنيا، جايه لازمها تتعلم، جايه لازمها تشوف حاجه صعيبه، جاي لازمها تحارب وتعمل صراع ضد الطبيعة. وخممت من الصراع ضد الطبيعة أنه علاش ما يكونش نعملوا دي بانجالو وكل واحد يعيش وحده، عنده ماكلة لازم يطيب باش يجم ياكل، لازم يمشي باش ينجم يتعلم في الفورماسيون مش بجنبه، لازم يخرج إذا يحب يتفرهد، لازمهم يعيشوا مع بعضهم وقت اللي بانجالو يهزوا 10 ويهزوا 5 ويهزوا 6. التيفيم الثاني كان تشالنج اكبر نتاع العام الثاني نتاع الفونداسيون، على خاطر قررنا كريمو انه نخليو الشباب يعيش هو عمليه الكرياسيون نتاع الماكله نتاعو، عمليه الجيستيون نتاع النهار نتاعو. يعني كان فيه ضغط كبير كسوسوا على ليكيب اللي نظمت كسوسوا على الناس اللي جاوا في النهار. في عملنا 4 ايام هو الدوزيام تي اف ام تاع عام 2017-2018 تقريبا احتلينا القنطاوي، معناتها خذينا لي بنغالون تاع القنطاوي الكل، جبنا برشا جيش برشا سلامي برشا مقرونه برشا ماء وبرشا عباد عداو الوقت الكل هما يطيبوا في الماكله نتاعهم، اللي هي اون اكسبيريونس اكسترا اوردين. ساعي تاع الاخر جي اسيستي للي فورماسيون اللي نشوف كانت فروتفل، كانت صعيبه على الاخر الاورغانيزاسيون تاع تي اف ام، خاطر كنا تو سامبلومون معناتها بعاد على بعضنا شوي في لي بانغالو وكل شيء، مي سايتي بصعوبيتها بحكايتها الكل بفازاتها سايتي تحفونا على الاخر، عرفت فيها برشا اصحاب جدد وبالرسمي معناتها كانت لي تجربه من نوع اخر كاني ما عشت تي اف ام. نحب نقول لك اللي بوتيتر ان شاء الله باش نكون حاضر في التي اف ام الجاي ومستني تجربه من نوع اخر كيف كيف. التي اف ام راه ما تقولش راني حضرت للتي اف ام لولا دونك تي اف ام الكل كيف كيف، عشت مع دي زورغانيزاسيون ولا في دي كونفرنس اخرين برسك الحكايه تتعاود هي نفسها، اما مع تون فيزيون في كل مره نمشي كونفرنس نقول هذه بالرسم ما عادش تعاود بعد نجي نلقى حكايه جديده، ما انت استنى برشا حاجات في التي اف ام جي. بو كيف ده عندك رئيس منظمة اسمه نزار شعري وسط الاوبجيكتيف تاعها حاجة صعيبة ياسر، خاطر كل ما تبدا هكا تبدا تشوف فيهم انت الاوبجيكتيف قاعدين يقربوا كيلكو بار للنظر نتاعك، تشوف انه نزار عمل هكا هزهم وخليهم في بلاصة اعلى برشا. دونك الفونداسيون مازالت كي بدات وصحيح عملنا خطوة كبيرة، صحيح اليوم احنا اكبر منظمة طالبية في تونس، مي انا هكا عندي شعور انه مازلنا ما عملناش حتى 5% من البوتنسيال تاع الفونداسيون، وانه الفونداسيون باش يخرجوا منها حوايج اكبر برشا من اللي كنا نتخيلوها. نهار اللي اول نهار خممنا باش نقولوا هيا نعملوا دي كلوب في اليونيفرسيتي في اليونيفرسيتي. الحقيقه كل تي اف ام اللي تي اف ام تعداو عنده البنه نتاعو، نشوفوا سناء البنه بتاع تي اف ام السناء شنو باش تكون، ولا نعمل عليكم باش تكون ديما تجربه باهيه ليكم، لكن انا زاد قاعد نتعلم كل نهار معكم. دريم بيك، ورك هارد، اند ثينك تو نيفيزيون.